السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل في تعويم؟ دولار هيقف عند 70، دولار هيوصل 60 الأيام اللي جاية، فيها كلام كتير. أهلا بكم إخواتي، يا رب تكونوا دايما بخير. أنا قناتي أنا وحياتي أقدم لكم تحديث صلاح زي لأسعار صرف الدولار والعملات ليوم الجمعة 6/9/2024. فضلا وتكرما منكم إخواتي أتمنى تدعموني باشتراك ولايك. أسعار صرف الدولار والعملات اليوم في السوق السوداء: سعر الدينار البحريني 129 جنيه 11 قرش، سعر الريال القطري اليوم 13 جنيه 35 قرش، سعر الدينار الأردني اليوم في السوق السوداء 68 جنيه 73 قرش، سعر الريال العماني اليوم في السوق السوداء 126 جنيه 39 قرش، سعر الجنيه الاسترليني اليوم في السوق السوداء 63 جنيه 83 قرش، سعر الدينار الكويتي اليوم في السوق السوداء 159 جنيه 28 قرش، سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السوق السوداء 13 جنيه 25 قرش، سعر اليورو 53 جنيه 70 قرش، سعر الريال السعودي 13 جنيه 11 قرش، سعر الدولار الأمريكي اليوم في السوق السوداء 50 جنيه 22 قرش. بشكر حضراتكم.